الله يلعن يا ابن الكلب، اللعنة بلدنا لبرنا، حسن الله لما لبرنا. يا رب بعضنا من حلال يساعدنا، بيقينا في شي مكان. يا رب يا رب سترك يا رب يا رب فرجك. شو ساعدنا؟ أنا وبنتي هاي شرادين برا والثلج والبوس. الله يوفقك لأني شيء ما أول بروك فيه. الله يوفقك تتحب الله. أيوة. ليش وين جوزك؟ ليش هيك مشردة بالشوارع؟ أنا جوزي ميت أعطاه عمره وصاحب البيت ابن الحرام اللي عندي لأنه ما أجار البيت. أنا وبنتي هاي صغيرة. طيب ايش الدليل انه انت بحاجه ولازمك مصاري وانت مشرده ومقلعه من البيت؟ هذا شو؟ اعطيني شي دليل، شو هو؟ دليل؟ رميت هين بالشارع ما هو دليل كافي؟ يعني في حدا بيرمي حاله بالشارع مش كذب؟ ايه في مثل حكايتك كثير بهالدنيا، شو اللي هيدا؟ عمى عاصمك السابين. هلا يا اختي شوفي شوفي. والله يا اخي نحن مشردين بالشوارع، انا هاي البنت الصغيره ما عندنا لا بيت ولا ما هو نسكن فيه. ايوه يعني ما عندكم مكان تنام فيه؟ وين جوزك؟ وانت ليش لحتى ما تكون عندك مكان؟ وشو عم تعملوا بهالفرد بهالشوارع؟ جوزي عطان عمره وانا كنت في البيت، صاحب البيت قلعني لانه ما معي حق اجر من الاطفال. ايوه حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب هي بنتك؟ هي بنتي. ما حدا بيعرف يوقف الصالون. اسمعي يا بنتي بس. أنا في عندي بيت هيك صاير غرفة وصالون، يعني غرفة ومنافع بس. فراح أحطك فيه إن شاء الله يكفيك لي لبين ما تظبطي أموري وتكسبي أمرك وتشتغلي ورب العالمين في هذا الشيء. الله يكثر خيرك. الله يكثر خيرك. الله يسترح عليك. أي شيء بتحتاجي أنا راح أكون جارك البيت، بيت فوق بيتكم. إن شاء الله راح أحسن. دليل؟ بده دليل إنه أنا مسلم؟ طيب ايش الدليل انه انت بحاجه ولازمك مصاري وانت مشرده ومقلعه من البيت؟ هذا شو؟ اعطيني شي دليل، شو هو؟ وين جاري؟ شو مال جاري؟ والله جاري شفتك من يومين ثلاثه انت ساعدت وحده مره ارمله هيك مع بنت صغيره عرفتها؟ فهدول بدي اسالك وينهم؟ وين راحوا؟ وين صاروا؟ لانه انا حبيت اساعدهم لان اول مره وقت استنجدوا فيني الصراحه انا يعني ما صدقتهم وبهلا حبيت اساعدهم. انت علي شلون؟ ممكن تقلي وينه؟ ايوه المره الاملي اللي انت ما ساعدته وتركته. ايه نعم الشيطان. ايه يا اخي موجودين بس شو بدك فيهم؟ بدي اخذهم لعندي وبدي اسكنهم ببيتي وشو ما بيحتاجوا انا رح اقدم لهم اياه. ايوه فهمت علي فهمت عليك. اطمن اخي اطمن، الخير اللي انت بدك تشوفه من وراهم انا شفت منه والحمد لله مستحيل افرض هالخير لانه هن عندي وانا اللي ساعدتهم، انا رح ساعدهم وشفت من وراهم خير ورزق وفير ليوم الدين، وانا شفت المنام اللي انت شفته ومستحيل اني افرض بهالخير اللي عندي لانه من وراهم شفت البركه والخير، لهيك الله يبعث لك خير، ما حدا بساعدهم غيري. بالتوفيق. يا ربي انا كيف هيك عملت؟ كيف هيك بفرط بهالناس؟ شو شلون هيك؟ ما بساعدهم يا الله. أهلا كيفك؟ والله الحمد لله.
مو ما في شيء ناقصك؟ شيء تمام؟ لا كيف تمام. إذا لازمك شيء خبريني. ها تمام. أنا بس جاي كنت أخبرك إنه هذا الشاب تتذكر يوم شفتك بالكران كان في شخص طلبتي منه وتركك وراح، عرفتي؟ إيه عرفته. هلا جاي لعندي على أبو عم يدور عليك وقال بده إياكي مشان شو ياخذك ويساعدك، إذا عرفتي. أها هلا حاس إنه يساعدني؟ والله ما بعرف. هذا الظاهر شاف نفس المنام اللي أنا شفته. شو؟ منام شو؟ تفضل احكي لي اياه. طيب. شفت بمنامي شيخ وشه ابيض نور، اجى لعندي وقال لي انه رب العالمين رح يوفقني وصار في لي قصر بالجنة، وقال لي لاني ساعدتك رب العالمين رضيان عني دنيا واخره، وانه حياتي رح تتغير، وانا فعلا شفت الخير على وشك. وضعي تغير كثير، انا كنت بحاجه، هلا معي مصاري لحتى قدرت افتح فيه معمل، توفقت كثير بحياتي، طلع المنام مظبوط، وانا على وشك وش بنتك رب العالمين وفقني لسر امري. لهيك الظاهر هذا كمان جاي بده ياكي لانه نفس المنام شاف، مع الاسف خسر لانه انا اللي كسبت رضا رب العالمين وكسبت اني عملت لك الخير، والحمد لله رب العالمين عوضني. لهيك شو ما تحتاجي اطلبي مني، المصاري اللي معي مو ملكي، هذا ملك الله، شو ما تحتاجي انا جاهز. يلا بالاذن.